السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيفكم حبايبي طلاب صف رابع؟ اليوم إن شاء الله بدي أبلش بحساب الفترة الزمنية 2. بس قبل ما أبلش بفترة حساب الفترة الزمنية 2، امبارح حلينا مع بعض تحدي 2 من صفحة 51، بس أنا في كان عندي لخبطة بشغلة بسيطة، في كان عندي ساعة ناقصة بكل بالمسائل اللي أنا حليتها، فبدي أرجع أحل معاكم السؤال بشكل سريع. كان حكي لي احسب فيما يأتي الفترة الزمنية التي قضاها كل شخص في العمل التطوعي. كان في عنا 3 أشخاص، وثلاث أشخاص بلشوا بوقت مختلف وانتهوا بوقت مختلف تماما. فأنا بدي أجي أحسب لك الفترة الزمنية اللي قضاها كل شخص بالعمل التطوعي. أول إشي أن الشخص الأول وقت البدء كان الساعة 8:15، وقت الانتهاء كان الساعة 5:25. اتفقنا أنه أنا استخدم إشي اسمه عملية التجسير أو أسلوب التجسير. أسلوب التجسير بحكي لك أنه أنا بدي أمشي ساعة 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 قبل ما أصل للساعة اللي بدو إياها، بعدين أمشي مش ساعات، أمشي دقائق قبل ما أصل للدقيقة اللي بدو إياها. هلأ كانت مشكلتي كتبنا يعني من الخمسة من الثمانية للخمسة، رح أكتب من 5:15 للتسعة وربع ساعة، 10:15 للإحداش وربع، 12:15، 1:15. طبعا بعد 12 ما عنا إحنا 13، هي نفسها تكافئ 1:15، 1:15، 2:15، 3:15، 4:15، 5:15، لأنه بده 5:25. هلأ المشكلة إنه أنا لما كنت أنزل تحت ما كنت أحسب ساعة، بس هي ها حطيت سهم هيك وحطيت جنبه ساعة عشان ما أنسى. إذا من 8:15 ل9:15 ساعة، من 9:15 ل10:15 ساعة، وهكذا. وما ننسى لما ما يكون عندي وسع وأنزل ما أنسى إنه من 2:15 ل3:15 برضو عندي ساعة. لما أجي أحسب الساعات الموجودة عندي رح أحسبها 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9 ساعات. هلأ هو ما بده لما أصل عندي 5:15، هو بده 5:25، معناته رح أحسب بين 5:15 لأصل للخمسة وخمسة وعشرين دقيقة. رح أجمع كل مرة 5 دقائق، أو مرة واحدة رح أجمع 10 دقائق مرة واحدة. أنا بس يعني حبيت أمهد لك إياها خطوة خطوة عشان تفهم، بس في ناس رح تنط لي مثلا 10 دقائق على طول عادي صح. معناته لما بدي أجي أحسب الساعات رح يطلعوا لي 9 ساعات، لما أجي أحسب الدقائق رح أمشي من هون للخمسة وخمستاشر دقيقة للخمسة 20 دقيقة 5 دقائق، وهكذا من 25 دقيقة للخمسة 25 دقيقة، اللي هو طالبها مني 5 دقائق رح يصير عندي 10 دقائق. معناته أنا مشيت 9 ساعات و10 دقائق. بالشخص الثاني، الشخص الثاني كان مبلش 7:35، وقت الانتهاء 26 دقيقة، برضو زي ما عملنا رح أمشي ساعة 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 لأصل للساعة اللي هو بده إياها. هلأ أنا وصلت للخمسة 35 دقيقة. هلأ شو بعد الخمسة 35 دقيقة؟ هي 6:35 صح، بس هو ما بده أوصل لستة 6:35، هو أكتر إشي بده يعني أوصل له 6:35. 6:35 أقل من 6:35، معناته رح أشطب الخمسة 6:35 وأضلني عند 5:35، أو أحسب الدقائق لأصل للعشرين دقيقة 26 دقيقة. رح أحسب كم من ساعة طلعوا معي، رح يطلعوا معي 10 ساعات، 1، 2، 3، 4، 5. ما ننسى لما أنتقل، ما يكون عندي وسع وأنتقل تحت أنسى الساعة، 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10 ساعات. حسبت الدقائق من 5:35 لأصل للستة وثلث، كل مرة جمعت 5. زي قلت لك بتقدر أنت تجمع عشرات مو خمسات براحتك، بس بدك تعرف شغلة واحدة، إنه أنا إذا وصلت عند الدقيقة 65 دقيقة، 60 دقيقة هي عبارة عن ساعة كاملة، معناته أنا بطلت أحكي عن 65 60 دقيقة، صرت أحكي عن 60 دقيقة هي عبارة عن ساعة كاملة. رح أجمعها على مجموع الساعات، رح يصير عندك 1+6، معناته أنا بحكي عن الساعة السادسة. وبرضو وهكذا جمعت خمس دقائق، لما أجيت جمعت كل 5 دقائق طلعوا معي 45 دقيقة. نيجي عند الشخص الثالث اللي تركت لك إياه واجب. وقت البدء كان 7:44، ووقت الانتهاء كان 6:12. برضه نفس الإشي، 7:44 لحد ما وصلت للخمسة 45. بعد الخمسة 45 برضه هي 6:44، بس أنا الوقت اللي طالبه مني هو 6:12، أقل من 6:44، معناته رح أوقف عند مين؟ عند الخمسة
و44 دقيقة. رح أحسب الساعات اللي أنا قطعتها 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ساعات. هلأ الدقائق بدي أمشي من 5 و44 أصل لمين؟ أصل ل6 و12 دقيقة. أنا خليتها 45 دقيقة عشان أعرف أمشي 5 ساعات، فزدت لها أول مرة دقيقة، ال44 زدت لها دقيقة صارت 45. بعدين كل مرة كنت أمشي 5 5 5 5 5، آخر مرة وصلت ل6 و10، هو ما بده 6 و10 هو بده 6 و12، معناته رح أزيد ل12 دقيقة. لما أجمع كل الدقائق 5 10 15 20 25 و1 26 و2 26 27 28 دقيقة. وبرجع بأكد لما أنا وصلت عند الخمسة، هون عند 65 دقيقة، هي نفسها تكافئ 6 ساعات. رح أحل معاك برضو تحدي واثنين فرع اثنين. ذهب قيس وأخته زينب إلى بيت جدهما، وصلا البيت الساعة 2:02 ظهرا، ثم غادرا الساعة 5:43 مساء. احسب الفترة الزمنية التي قضاها قيس وزينب في بيت جدهما. رح أكتب وقت الوصول هو كان عبارة عن 2:02، وقت المغادرة كان عبارة عن 5:43. برضو بنفس الطريقة رح أمشي ساعة 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 لأصل للخمسة ودقيقتين، بين 2 ودقيقتين، للثلاث ودقيقتين، لأربع ودقيقتين، 5 ودقيقتين. بعدين مشيت الدقائق، هلأ هون ما مشيت خمسات، مشيت عشرات، يعني من 5 دقيقتين للخمسة واثناشر دقيقة، 22 دقيقة، 32 دقيقة، 42 دقيقة. بعدين هو طلب لاثنين وثلاثة واربعين دقيقة، مشيت دقيقة واحدة، فرح يطلع لنا 3 ساعات و41 دقيقة. 1 2 3 3 ساعات، 10 20 30 40 و41 دقيقة. برضو اليوم إن شاء الله بدنا نبلش بدرس حساب الفترة الزمنية 2. حساب الفترة الزمنية 2 يا مس، هو مطلوب منا إنه نحسب الفترة الزمنية بين الأيام والأسابيع والشهور. هلأ بس بيكون عندنا معلومات إنه أنا اليوم هو عبارة عن 24 ساعة، الأسبوع هو عبارة عن 7 أيام، والشهر هو عبارة عن 30 يوم، أو في أشهر 31 يوم، وفي عندنا شهر 2 بيكون 9 28 يوم، وكل 4 سنين بيجي مرة واحدة 29 يوم. فأكتر الأشهر رح نتعامل معاها بهذا الدرس لما يكون عندنا 30 يوم أو 31 يوم. كيف بدي أحسب الفترة الزمنية لما يكون عندي أيام؟ أنا رسمت لك تقويم موجود عندنا زيه بالكتاب. أنا رسمت لك التقويم، التقويم كان لشهر آب، شهر آب هو شهر 8 للمعرفة. التقويم زي ما إحنا بنعرف هو عبارة عن أيام مرقمة، والأيام والأيام اللي موجودة من أول يوم لواحد 31 يوم بالشهر مقسمة على الأسابيع ومقسمة على الأيام. يعني مثلا كان شهر 8 أول يوم فيه من أول الشهر كان إيش؟ يوم الخميس. تاني يوم كان يوم الجمعة، ثالث يوم يوم الثلاثة، وهكذا. هلأ بيجي بحكي لك بدي الفترة الزمنية اللي موجودة بين اللي كانت يوم الاثنين لما كان عنا 5 الشهر ليوم الجمعة لما كان 30 الشهر. بدي أحسب كم من يوم أنا استغرق لأصل للثلاثين يوم. دائما 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 اليوم الأول لا يحسب، وأصلا هو كتب لك إياه بالكتاب، وكتب لك إياه بكتابك التمارين أنه لا أحسب اليوم الأول من الفترة الزمنية عشان يسهل عليك الحل. ودائما اليوم الأول لا يحسب. في طريقتين للحل، يا إما بمشي أجمع يوم 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 لأصل ليوم 30، أو أجمع أسابيع لأصل ليوم 30. هلأ أنا أعلمك على الطريقتين. طريقة الأولى إنه أنا أمسك كل الأيام أجمعها لأصل 30. كيف يعني؟ حكالي اليوم الأول لا يحسب، معناته بدي